السلام عليكم مشاهدي قناة خديجة بلوك. اليوم جبت لكم واحد النوع ديال البيتزا، يعني هو عجينة واحدة وخرج منها ثلاثة الأشكال ديال البيتزا، اللي واحدة ريكولير وواحدة بالخضار وواحدة بالريكوتا تشيز. خليكم معايا حتى تتمة الفيديو، شكرا لكم. صافي هنا كندردر عليها السميده باش اول حاجه ما تلصقش، وثاني حاجه كتعطيها واحد التحميره، يعني كيتجي محمره من التحت وزوينه. انا العجينه ديالي كنت عجنتها وخليتها في الثلاجه، بقات يعني تقريبا اكثر من ثلاثة سوايع قبل ما خليتي العجينه، قبل ما كتكون مرخوفه وكتعطيك الطوع وكتكون اولى، ماشي مشكله تلصقات لك كديري السميده، لان عادي المهم ما تجيش العجينه قاصحه، كتجي بحال ديال اللي كيديروا الايطاليين هنا، كتجي العجينه بصراحه فاش كطيب واخا تاكلها غير هكاك دوك الجناب كيجيو محمرين وزوينه بصراحه. المهم هنايا حاولت اني نديرها غير بيدي ماشي بالمدلك، هو في الاول كتستخدمي المدلك ومن بعد غير بيدك بالاطراف الاصابع. هنا كيف ما كتشوفوا درت هاد الصوص اللي انا متعوده كناخذها تراديشنال طبيعيه ديال بيتزا، يعني مخصوص كناخذها جاهزه بصراحه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنفردها في العجين ديالي. وتندير عليها الموتزاريلا، هذه كتكون ريغولير اللي هي بيتزا عاديه تيبغيها الابن ديالي، انا مثلا ناكلش هاد ريغولير مثلا مغلي فيها الخضراء او هذيك ريكوتا تشيز. صافي هنا غادي ندير الثانيه، بيتزا الثانيه كنفرد العجين بحال اللي درت في الاول. هنا كنبقاو نديرو السميدة، هنا الإيطاليين تيستعملو هكا السميدة، شفتهم كيفاش كيديرو ليها. كنديرو غي بالأصابع بلا ما كنضغطو بالمدلك، غي واحد في الأول هكا تنبقاو نديرو غي بالأصابع شوية هكا. أنا خليتها تخمرات ليا في التلاجة، بقات في التلاجة ولا طريقة العجينة انا حطاها في عندي في الفيديو،
يمكن لكم تدخلوا على القناة ديالي وغادي تلقاوني حاطه مقادير وكل شيء هكايا. كنضغطو بحال بالفرشيط صافي. انا غادي ندير النوع الثاني نفس الطريقه اللي درت في النوع الاول. هذا غادي ندير فيها تونه بعدين ندير فيها الطونه طبيعة الحال اليدين مغسولين مزيان صافي. كنستخدم غير ايدي بحال هكا، بستعمل ايدي عادي. المهم بلا زواق بلا حتى شي حاجه، شاركتكم غير البيتزا اللي درت اليوم. كاين الصهد بصراحه، قلنا نديرو غير بيتزا والزيتون بحال هكا. فلفل بحال هكا. وهذا المشروم على حسب الرغبة، تقدروا ديروا المشروم تقدروا ما ديروش. اللي متوفر عندكم ديروا، انا كانت متوفر عندي هذا المشروم اللي هو الفطر. انا كتعجبني بصراحة بالخضرة، كتكون صحية. والعجينة انا دايرها بالدقيق القمح الاصفر والسميد ماشي بالدقيق الابيض. تنبغيها انا هكا. والموتزاريلا هكا من فوق طابين. غندوزو دابا التالتة، غنديرها بواحد الطريقة أخرى. هادي التالتة غنديرها بريكوتا تشيز. ريكوتا تشيز أكيد موجودة في كل المحلات اللي كتبيع هادشي ديال المواد الغذائية. هذه بصراحة كتجي خطيرة. أنا غنخلط معها زيت زيتون، كتجي واعرة. ديما كانت كتحمقني هذه، كتعجبني بصراحة. تقدروا تزيدوا معها زعتر، أنا ما بغيت ندير فيها دابا لا زعتر زيت العود ولا زعتر، ندير فيها زيت العود وصافي. وغادي كتجي بيضة بحال هكا. اوكي، وغادي ناخذو نرشو عليها موزاريلا تشيز. Okay.
ندير الا بغيتو هكا نقيطة الزيت اوليف اويل، كتجي خطيرة مزيانة. وهذه الشكل الثالث ديال البيتزا ديالي، غادي نديها الفرن ونشوفكم في ان شاء الله بعد ما تطيب نوريكم الشكل النهائي ديالها. وكيف ما كتشوفوا رجعت لكم الفيديو ديالي كيف ما بعد ما طابت البيتزا الاولى، هي هذه كتجي زوينه بصراحه طيبه. وهذه البيتزا الثانيه اللي شاركت معاكم بالخضره، كتجي محمره من تحت، شي ديك السميله ملي كديرها من تحت هي اللي كتعطي داك كيفاش نقول لكم، كتجي ديك البيتزا زعما بحال ديال الزنقه صراحه، هما الايطاليين تيديروها بهذه الطريقه. والثالثه هي هذه بالريكوتا، هي جات محمرة ما شاء الله. صافي كنقطعوها على حسب بغيتو ربعة ولا انا غنقطعها على ثمانية، كتجي بحال هكا 8 سلايس like this. هذه ديال الخضرة كتجي خطيرة صراحة تعجبني صحية يعني. صافي وكنقطعها بهذا الشكل هكا، صافي كنقطعوها على حسب بغيتو ربعة ولا انا غنقطعها على ثمانية، كتجي بحال هكا 8 سلايس like this. هذه ديال الخضرة كتجي خطيرة صراحة تعجبني صحية يعني. صافي وكنقطعها بهذا الشكل هكا، وهنا كانت بقى لي العجين، قلت غندير واحد الرغيفات او كيف ما تيقولوا الجزائريين محاجب او فطير، يعني هكا الفطور او الكوتي. صافي درتهم هكا ورقتهم درتهم صغار جاو زوينين. هما العجينه ديالهم العجينه ديال البيتزا كتكون فيها زيت زيتون، هادو لا شويه الخميره وشويه الملحه فقط. وهاد العجينه ديال
الفطير او الرغايف او مسمن قد ما خليتيها يعني بساعات عجنتي العجينه وخليتيها كتكون في يدك بحال الحرير ما شاء الله. وديك شويه الخميره اللي كتكون فيها كيجي داك المسمن او الرغيف او كما كتقولوا المصريين الفطير تيجي زوين وكيجي سهل بسرعه انك ديري كميه كثيره وفي واحد وقت قصير صراحه. وكيجي مفشفش بصراحه كيجي بحال العجينه ديال الاسفنج كيولي زوين. المهم ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو ديالي ويلقاكم في احسن الاحوال والظروف. وما تنساوش من واحد تعليق وواحد لايك ان شاء الله. تكونوا دائما بخير وعلى خير والى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله. Yeah.